يعني احنا نظل الى متى متهجونين عن بيوتنا وظروف صعبه الماديه مال المنطقه؟ منطقه فقيره من مناطق الموصل القديمه، وهاي كلهم اهل المنطقه، كلهم ناس تجبليه، كلهم كسابه وناس شرفاء، ناس شرفاء ما انتهازيين. لو انتهازيين وفرصتيه عشان هسه تلاقيهم الهوسات والهرجه مالهم للظالين يطالبون بحقوق بكل ادب وبكل اصول وبكل روح يعني معنويه، ضحك عليهم واقفين يعبرون عن المآسي اللي الجث يعني بصدورنا مدمره. يعني نطلب من الخيرين من المسؤولين، طلبنا اكثر شيء طلبنا من المسؤولين، هاي صار لنا سنه وسنتين الا شهرين من تحررنا، ظلينا نطلب والناشد والله ما حد يجاوب، ما حد يداير لنا بال، اللي من بعد نشتكي لله. يعني الله يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا، المال راح هذا المال، والبنون راح له الاخ والابن والزوجه والطفل وتدمرنا. بس نطلب من المسؤولين ان ينظرون لنا نظره كفي، ترى احنا عراقيين، واحنا وقت ما كانت الشده للعراق احنا اهل العراق، جينا نطالب باراضينا، احنا نقول للشهداء راحوا راح الى رحمه الله من المنطقه، واحنا المنطقه كلها اهل، اللي راح من هالبيت او من هالبيت او من هالبيت، احنا كل منطقه وحده واهل. فاحنا نطالب منهم اما تعويض واما يسمحوا لنا بالبناء، يعوضونا حتى نقدر نعمر. واكثر المناطق اللي تضررت هي منطقه الشهوان والميدان واللي حد الشفاء، هاي المناطق اللي تضررت، فاعينوا هاي المناطق ارفعوها. نطالب خليه الازمه وكل شريف وكل مسؤول يحسب حساب الله ويعرف الله سبحانه وتعالى عليه ان يقف وقفه شريفه لهذه المنطقه ولكل الموصل. منظمه اليونسكو العالميه جايه هي من عبر القارات وجايه متقصده الشهوان والميدان ووضعت اليد، ما يخالف وضعت اليد، امنا بالله. قدر شاء ان يصنوا الشهوان والميدان يصير قاع، انتهت. ضاعت ملامح حتى بيوتنا، احكي لك الواقع، هسه انا بيت اهلي ذاك وغادي على المي، والله ما اعرف ملامحه. الغايه منا شو منظمه اليونسكو العالميه وضعت اليد، شو الغايه؟ جاء المحافظ الحمله مالته بالاخير جرف اشكو شغلات انقاذ ودفع انقاذ على المي. انا سمعته مره باذني قال احنا نريد ناخذ من الشاطئ نعرض الكورنيش، وين الكورنيش؟ اي كورنيش؟ هاي بنت الناس ولا العقوب بالحمله ماله الرابعه الاخيره هاي. ما يخالف هسه هذا من حد هذا الجامع شيخ الشط، هاي لي انا، هاي كلها هاي بيوت مال اهالي، لي غادي ورا الجامع؟ أكثرية البيوت هي تابعة للأوقاف البلدية. أنتم حطيتوا اليد على هاي المنطقة وهذيك المنطقة، روحوا انجازوا يا البلدية والأوقاف، يا إما تعوضون الناس هاي هنا، يا إما تبنون بيوتنا. طالب خلية الرحمة، أريد أسميها رحمة إذا تسمحوني. أهل المنطقة حالياً مثل ما تفضلوا الأخوان قاعدين كلهم إيجار بالأيسر، وكلتنا عم ندفع إيجار ما بين 200 ما بين 450. اضافه يعني الحكي هم احنا نريد يدفعوا لنا ايجار مال السنه، اذا ما سوينا حل وراء السنه سوينا حل خيرا على خير، ما سوينا حل يعيدون ايجارنا سنه اخرى الى ان يشوفوا لنا حل. اما نبني مساعدات اوليه لا ينطونا ايجار اللي احنا قاعدين بيه، لان تعبنا من الايجارات، احنا تعبنا احنا حتى المنظمه اللي عتوزع ال 480 هسه ازيد المنطقه ما مستلميها، هسه اي واحد تساله بالشوارع يقول لك انا ما مستلم، اللي من عين طوها كل شيء ما مشمولين احنا، وعلما انه سجلنا يعني احنا رحنا سجلنا، انا يعني 8 مرات سجلت ما حد جاني ولا حد قبلني ولا قال لي منو انت. اول شيء بيتنا راح اتغشى يعني، ثاني شيء اهلي راحوا، اخوتي 2 راحوا، والدتي راحت بتسجلي لسه ما نعرف ايش بصير، ما يصير يعني دي خايده هون علي الحكومه يكفي بقى يعني يضل هيك احنا يضل هيك احنا مبهدلين، اسد عن نطي ايجار عن نطي من ثمنا عن نطي ايجار 150 الف عن نطي، يعني والله زحمه ما عندنا يعني اشون يعني نحن نضل هيك نحن باي بهدله بيوتنا، الله لا يرضى عنه المحافظ كانوا كل شيء ما بيهم، يقول والله المحافظ كلك ندمه ليش؟ نحن ما اوادم يعني يكفي والله نحن طقينا متنا يكفي، هاي سنين نحن بالحرب يكفي سنين والله ما فتحت عيني لحد الان بالحرب.